بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميلو البدء دو يدك جوكتان نتيجة الشركي فيلا صوماليا ما انتي كدعي وحا اوكسو دماضي ايان ربنا انان اذن لو داقنو سيداسي بلانتين اي احايد هدي الهي انقو قوليو انان سوت بنا نتيجة الشركاسي اوكسو دماضي او ايكو كلمين قوليها اللو يقان مانشيل وادو تقانان ناقي هراب معارضكي استيت كان ميلان كسو جيدي وإنكارتا كل عضي إيو ماركي سيهو قامية هوية حسن شيخ محمود وهذا ورنيق لي فرديع شاقنا ينا الدولة نمدا صماليا شركاسي نتيجة دي سيادان فرتكا سارو أنا وقت بضان آنان هينين وان ربينا سوق قبق قبيو دقيقة دان هودا صاحيب كان كنا هاي شركارتا وحاهو قامينا هاي أو كجري لان كان معارضكا ددكا شاكتاي شريف حسن شيقادن و اه قدومي هوري بارلمانك فدرالك صوماليات هانا نكي لحدا قبل كالقويي لو اديك سدي ضدك الدقل او مريفلها انت لدقن مدحويني سدح دا قبل نقضي شابي لده هو سي قطي سقالي 8 مليون او دولار او باي كاش سيستي نمبا وحولي لقو ما مقلاي لكن الهي و اي مقلاي كورن الهي و اي مقلاي بل كورن ربي جاي هدو إمقلايو ملايك ترى إمقلايسو حلو جبا هاي يدت كلام مركز هنا إمقلامبا لو ما بعنا مركز كاستي هاتبا مشغول إسكاسي ولا الكاسي وركينا دبايا هالكاسي أنكو إكينو وحاه جامينا يني اللي رادو يوسف باديو أو يسقو مركز معنيه معارض ككمد كأه وحاكلتو كجري أمباشتر محمد مرسل شيخ عبد الرحمن وقدومي هوري بارلمانك صوماليا كوحدي النبض ينالول نكتر سنان جري وحا نصيب دراء النبض ينالول قف كتر سن ما انتي ان ما اركيسي الدولة نمدع بربر كيدا وكشق ايو هدنا ديگان كيسي ان لقود دولو نصيب دراء اللباد وانين او دشاي ديگل او مرفلي نصيب دراء سدحاد وانين اراري دي اسو دقال لمي او دل كان ما اركيسي حقوق كله وحا صدن وان نصيب دروين اسو بهايستي قدومية محمد مرسل شاق عبد الرحمن وكحما يماشا سينو اسدقو ماركي سننكاس انتاس حقوقا كويا شاي استيت كان لدولمنا يو دولان كلوغي ياي ادوكو كوح داسي اهايين حسن ايوو يصرفر استين حسن شيخ محمود وحوكوير محا قرشوض هايسان وحيكوير ادن وحي ادنو قرشي سيد ايا انو قرشاة سيدي وحان ربنا انا نقاي سيد ماشا لفتا قرين او فرديو انا نقوب بدشي دان ربنا كدبنا انكو شقينو انكو اديقنو قفك اعتراضي نوحر وكو حرينا قفك دل ان اعتراضي وكو دلينا سار ربتد ماركيس معنه شاك سيكستويا هاتبا ولا ليال ماركيس حسن شيخ محمود وحكوير نمي ودقيست حال كلو ان هاي مجرو عاصمه براوي او استيت كميلان او استايسن او انغا هوينا ان ربنو ان ميشاسي معنيه شدالكا كوجيرا ان سو سارانو سومااليدا ان كو خوكنو ميشاسي ميل ان اهين او ان ايدين غين كرا هبا يراتي ملحن بو يري ميشاس بان ايدين غينيا فرسمدا ان استعمالايان هدان بي ايدين شيغايا بو يري كو ميشاسي ايتوبيان هدا ما جوغو وخا جوغ نيمن ليرادا يوغانديس يوغانديس نو هاوي هوي كمديهين سيدان ربنان وعديك سنكرنا واني منكي شلي عيدا مدى دراويشتا مركي براو انكو ويررني راوي عودا معنيه لقلب حي قاريقا قرونك معنيه انكو امرني اني سنكسو دقي كرين عيدا مدى ميلاند مركي دراوي يوغانديس كان استعمالي نابو يري كو ومقعي ادمس هدو اقو الصومالي دو اردن اي اسنايد اي اهيد استيت اي جوكتا اني لشقيسو سيدا شرعيق ويهي sharciiga ku dhisan ee dalada qaramada midoobay lagu keenay marka nimankaasi wuxuu yiri waan xoojineynaa waan la shaqeynaynaa mishinkan markayse inayna la fududeeyaan ayaanu markayse dhacsiineynaa waa qodob qodobka labaad wuxuu yiri wixii hawiye ah oo markayse macnihi banaanka jooga iyo wixii gudaha caasimada jooga waan soo ururineynaa wixii furimaha ka soo baxay وحي ماركيس معني حمر جوجه وحي ماركيس فكت وحي موريان وحي ميلها وريغاي
وحي الدنيا دو دان اي سو نعدي بدا اي سو تفتي وحان لين هاي كالا يو اي هنگوريا لايدين هايا سيدي سالبالار ساقاشن يتدبادي ساقاشن يشنتي توق والبا داروت اح دير اح هوية اح ديقل او مرفلا اح بايدابا ادا انقبصن ام بلل قيسن اوكالي سيدا سانكو سماينينا باشان ويسوكو تغينا مقع الدولد مقع فكتك توق كل وا ارورينينا وحانو لين هاي موريان كستا قفل بو دربيك جيفا كالايا بيسا دلتاي ينولل بيسا دو حقاي تالا براوي ما ادي مركا وحو يري اميسو مركا انساس وحو جنو عيدا مدى حو قدو وحي نقون دونان هبر قدري ابقال وحي هويا ايقا نقون دونان هجانك ايقا قبان دونا كوه كالان راعيال بي نقون ايان وحي لسو اروري سومالي كستان وحو يرينا قف كستا معني ميلاها مراي موريان كالي حقين ادينا افقوي لقطة اي كب اللابان ماركيسي معني افقوي إلا إبراوا لق لقو تقايا للي كي دونكو قلي كرا كي ماركيسي لقو قلي كرا بابور تحبادة آن كرين كو حبادة كرا كلي امي صمتنا والاسي هاللينا يوغاندايس كجوغا ماشا ماشا اسكو ارور سانيان وحو يري مركا حسن مهمة دينا وحاوية إن قرونك أمانكي سمر آن أنك سبنو هدي قرونك معني عيدا مدى سترادة بدن أن سوكو قينو أمنيك آن سيدا قعانتا أقول ديكنو وحو يري مركا ديارة دان إذن كو قرايا إذن كو هداتيهين ما أركي سنوان كان مدح دا شريف حسن إيو محمد مرسل إيو يوسف بادي ويتيم كان براوان إذن كده جنايا مهم ماهن براوة مغالا دا كلا إنا قشان مهم دا حوية قرونك كلي إنا لغاها قيسان مر هدي قرونك لغاها قيسان ماشا سا دورة شا لغو قبانا يا مرك وحالي ديهين مدحوين عن دورة ناي مصير كي ما أركي سي استيد كان أناقا متلينا عبد عسيس لفتا قرين وحان كان ديغينا سيدي دولة دي عبد القاسين صلاة حسن أوكالي مرك اتماد دي نين وحاج جري لدي جري إنا درمان عبد القاسين مركو يماد دي ومدحتو يدا صوماليا هبر قدير تكالا اي او دي دي سيبا سعد وحاجر تي ان او دقي لمبر عفر اي تربونك انتا او دحايسا مدحتو يدا او كاردس تي اللاي هادا واعان مدحتو يدا عبد القاسين صلاة حسن ايا ليدا دا مدحتو يدا سي مدحتو يدا كاك نو قري كاك نو وحا مدحوينه كاكنا واقي ننتا ليانيك كي مادي اي يورب او ليرادو عبد الرحمن عبد النور درمان او او دشاي عير هبر قدير اه ninkaasi marka qandaraas uu soo qaatay in dawladda Cabdi Qasin lagu burburiyo lagu tala galay marka wuxuu yiri anna madaxweynaan ahay bridgeyan dhisaaya markayse macni wabiyada 18 gobol baan geynaya idaacadaha iyo ka hadli jiray marka wuxuu yiri Cabdi Qasin aakhirkii Cabdi Nuur Darmaan baa ku bilaabay madaxweynimadu kula dhagay kadibna kooxdii arta loogu yeeray Muuse Suudi iyo markay kooxdii arta ay ugu yeereen waxa weeye dawladdu minay bactayna waa bacayna minay birtayna waan la jireyna minay jaytay aakhirkiina waxa weeye in bagaati isagoo diidana lagu qasbay halkaasii ayaana looga guuleystay Cabdullaahi Yuusuf Ahmed iyo Cabdullaahi Ahmed Cadow oo u kala dhashay Sacad iyo macne Umar Maxmuud ayaa tartanka isugu soo haray Cadow waa laga adkaaday Cabdullaahi Yuusuf ku soo baxay 20,000 oo askari oo dalbaday wuxuuna markii dambe 400 askari uu u soo galiyay markaysay macnaheeyo hawiye iyagoo federalism-ka diidan Soomaali Soomaali baa leh oo dhulka macnahi ay haystaan diidan in laga qaado federalism-ki BM dhun BM baa lagu liqsiyay shaati guduud iyo Cabdullaahi Yuusuf baa ku liqsiyay iyo Aadan Madoobaan hadda jooga iyo rag fara badan oo nool Saalim Cali oo Ibro iyo Cali Maxamed Geedi ay ka mid ka yihiin marka si kastoo ahaataba Xasan Sheekh wuxuu yiri nimayo naf iga dambaysa male fursadii noogu dambaysay adinkana idinkugu dambaysay ana igu dambaysay waay marka baraawaan doorashadaas ku qabanayna qasab maahan in gudaha magaalada aad gashaan qasab maan madaxtooyada inaad tagtaan muhiimadda waxa weeye eraboorkaasi qashin walba heekalay kasta dhilo walba dhilay walba macnaheey qashin walba mooryaan kasta inaan lacag u balan qaadno meeshaas ay isku shubaan lagu lugeeyo meeshaasi wixii lug ku tagi kara wixii dooma ku tagi kara wixii tuuta dawladda wixii qabiil meeshaasi inaan isugu tagnaa mar haddii ami somtana aan sii xoojinay abgaali habar gidirna ciidamada ay hoggaaminayaan
هدي ايربورك مر ان غانت كدغنو دياردان ادين كو قادينا شريف حسنو فركيتيو مرسلو نيكلا يرادو يوسف باديو محمد ابو كرو ماركايس معني فيلي هبلايوي ماركايس معني فيلي اوغ روناي وحاس اي دي جيرين ابو انتر شبكيس و خو يري ددك مخاغا قبلها وي عايان امانينا اوغا ديغان انتي ميل سو استاغان اي وخيلين دمر اوغو فيل روناي ولا ايو يري لما امانين فيل مايغو وخا وي وا تقانان marka dumar ugu fil roonay naag la leeyahay oo iska alaalaysaa marka filay hata wa soo wadayna wi Hassan Sheikh Mahmud filaydiini raxweynay wa soo wadayna laakin maash hadaan idin geeyo oo ma arkayse madaxweyne aan idin ka dhax dooro garoonka dhaxdiisi sidii lixda gobol markii madoobe Nuno madaxweyne uu ka ahaa Sharif Hassan aan u geeyay bay dhaba oo kale hadhowdi ana ay shaqaysanaysan buu yiri shaqaalad ii tihiin maash hawiya iska leh adinku pronoun ayaa tihiin bas qalinka leedihiin laakin annaga ayaa hoosta ka maamulayna meesha horta shirka meesha saas uu ku soo dhamaaday laakin macnihi ma aysan cayimin waqti go'an oo markaysay baraawe duulankaas lagu qaadayo ma ku guuleysan doonaan mise kuma guuleysan doonaan anuu mooji laakin waxaan rabaa inaan ku noqdo Hassan Sheikh Mahmud inuu munaafiq yahay bal fiiri niman kan maanta u yeeray markay lafta gareen shalay bay dhaba uu ka soo dagay oo u dhameeyay qudbadii dhul gariirka ka dhignayd oo macnaheedu ku dul akhriyay la kala guuray xalay hurdo way ka soo dhici wayday Hassan iyo Hawiye way wareereen oo way qasmeen hadayaan ku sheegay waxay ka wada hadleen hadaba laba jeer ayaa Hassan Sheikh Mahmud professor Jawari oo hoggaaminayo hata dhuso mareeb ama dhuso mareebato ayay mar ugu tageen markaas waxay ku yiraahdeen war Xasanow markaysay macnaheedu doorashaan u baahanahay niyow baraawo doorashaha lagu qabto kaalay albaabadu ka soo xidhay labadii jeerba marna bay dhabo u kaxeeyay dhulku la tumay oo waxa way buudku kula la dardaray marna dhuso mareeb bayba ugu tageen nimanka digil aw miriflaha ah ee macnaheedu hadda uu yeedhay iga tagu yiri waxba idin ma hayo watan Jawari ay isku soo dagaaleen markaas dagaalkaasina Jawari uu ku baxay su'aal baa markuu weydiinaya hadii laba jeer ay ku dhaheen niyow doorasho nagu taageer baraawe ma arkayse macneena gee oo doorashada nagu saacid u buudka la dulmaray nimankan islaam allah maanta Hassan Sheikh Mahmud inuu u yeedho markay lafta gareen macnihi uu qadiyada dadkiisi u raacay deegaanadeedii isbaara ma ogoli uu ka dhabeeyay inu maanta u yeedho u yiraado hadda ayaan rabaa inaan idin taageero maxay ka dhigan tahay soo ma dhig karno marka Hassan Sheikh Mahmud waa danaysti hawiyuhu waa danaysti waxaana ka sii liita nimanka maylan sheeganaya oo raxweynka sheeganaya oo maanta daciifnimadooda deegaanadooda oo isbaara taala aanay ka hadlaynin dilka dhaca boobka kufsiga duulaankan lagu yahay umadaan la ciribtirayo sumcad xumo iyo magac xumo la rabo in loo jiido kaamam qaxooti lagu xareeyo hadhowdiina lagu toogsado sawiradoodana lagu caayo la gumeeyo in ay qabiilkooda sheegtaan heer ay gaaraan macnihii la rabo in la gaarsiiyo kuwa markayse macnihii deegaankooda sidaasi duulaanka lagu yahay walaalayaalow si daba jooga Hassan Sheikh Mahmud soo kama liitaan marka waxaan rabay si kooban live ku ku badbatay waana dhibsateen raali ahaada saliga waan idin banaynaya Facebook garoonka ku baashaala natiijada shirkaasi ayaan rabay inaan halkaas ku soo gabagabeeyo kulli dagaalkii maanta dhacay ee Hawiye ee laba jeer weerar soo qaadeen yaa akhbari weyne oo birta laga aslay meedadka ay dhoobay yihiin sira fara badan oo kala soo baxaya waa inoo birri hadii Ilaahay uu ka raali noqdo marka hadii marka digl aw miriflaha iyo inta la degan reer Mailand hadii baraawe ay difaacan karaan iyo dhulkooda iyo dawladooda iyo haday isdhiibayaan iyagay u taala tookadan laakiin hadii lagu dul dego waa markii lagu dhameyn lahaa sidii maadan la yaasha dad la dhigi jiray Mailand ama raxweyn ama digl aw miriflaha jiri jiray geeska Afrika ku noolaan jiray waa la dhigi doonaa ciilka la idin qabo marka nasiibkiini iyo sida aad u dadaashaan dardaarankeena waxa weeye amalkana Ilaahay dartiisa u qabo maxay yeelay midkaad u amal falaysa daraadi ee be uu arkaya saaydana badso
safarku waa u dheer yahay xamuul kara iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftan la isu dhiibay la isma siinay muqaalkan muqaalka xiga kor hadii nala kala qaato balanteena waxa weey inaan ku kulanno xawdki nabi maxamed kaleyhi salaatu wasalaam firdawsa